أما إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس المصلين اليوم في مسجد نمرة وألقى خطبة عرفة التي أكد فيها على أن أمن الحرمين وسلامة الحجيج خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بالشعارات السياسية والنعرات الطائفية. احذروا تكدير صفو شعائره ومشاعره، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن أمن الحرمين وسلامة الحجيج خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها برفع شعارات سياسية أو نعرات طائفية. وإن من فضل الله على هذه البلاد أن هيأ لها قيادة حكيمة تشرفت بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما، ووفرت منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، وبذلت الغالي والنفيس لينعم قاصدوهما بالأمن والأمان ويؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان. ورأى السديس أن شر الإرهاب بات يهدد دولا مختلفة، وأنه لا يمكن أن ينسب لا لدين أو وطن أو ثقافة معينة. أيها الشباب المسلم، إن من عظيم ما ابتلي به العالم في عصرنا هذا صوراً من الإفساد في الأرض متمثلةً في آفة الإرهاب الذي عم شره أمماً شتى وأعراقاً مختلفة ومذاهب متعددة، لا يمكن أن ينسب إلى أمة أو دين أو ثقافة أو وطن أو تلصق تهمة الإرهاب بالإسلام. ومن ذلك ما ابتليت به أمة الإسلام من بعض أبنائها وشبابها الذين أغوتهم الشياطين وتنكروا الصراط المستقيم فصرفتهم عن منهج الإسلام المعتدل، فسارعوا إلى التكفير الذي هو وبيل العاقبة ومما تتصدع له القلوب المؤمنة وتفزع منه النفوس المسلمة. لقد كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم المعصومة وخفروا الذمم المحرمة وسعوا في الأرض بالفساد تفجيراً وتدميراً وقتلاً للأبرياء وترويعاً للآمنين من المسلمين وغير المسلمين، وصموا آذانهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة التي تحرم هذه الأعمال الخبيثة والأفعال المنكرة. فيا شباب الإسلام، إن عليكم مسؤولية عظيمة، أنتم عماد الأمة ومستقبلها، فاحذروا كل طريق يوصل إلى تفريق الصف واختلاف الكلمة وتمزيق الشمل، واعلموا أن من عوامل الزيغ والضلال في الأمة، وهو الطامة العظمى والبلية الكبرى، التسارع في تكفير أهل القبلة.